رجل ولازم تتحمل المصايب. معلش. مين فينا مخلد على الدنيا يا مروان؟ كلنا ضيوف. قوم. قوم البس اواعيك عشان تروح معنا. مش معقول اخليك في البيت هون لحالك. قوم يا مروان. قوم حبيبي. مالك يا مروان؟ تعبان؟ لا الله يرحمك يا ماما. الله يرحمها. ما بيدوم غير وجه الله. مسكينة ماتت وما عندهاش حدا يخدمها يا خالي. لا يا مروان، احنا كنا نمر عليها كل يوم ونسألها شو بدك، كنا دائما نعتني فيها. عن اذنك. اهلا دكتور، تفضل. تفضل. على فين مروان؟ انت لسه مريض. ارجوك يا دكتور خليني اخرج، انا مش قادر اقعد هون، مش قادر. هذا اللي كنت خايف منه، كنت خايف عليه من الصدمه. عن اذنك يا دكتور، معلش اشوفه هو تعبان شويه.